يعني الكلام الخارجي والتداخل الخارجي ده نزل لو خلونا في حالنا. وفعلا يا اخواننا ما في زول في يعني في الدنيا دي بيعيش من غير صالح، لكن احنا نظبط امورنا نشوف مصالحنا بعد ذاك مع عنه. لكن هسه حاليا زول يقول لنا انا بديكم 3 مليار دولار عشان بكره يقول لك انا طالبك، لا يا اخوي خليك قاعد. احنا نجهز حكومتنا المدنيين ديل برام القروش بتاع المؤتمر الوطني في البنوك، بس قلل في ماليزيا في البنوك الداخليه دي بس هنا، والقبضات في بيوتهم دي بتحل لك ازمه السودان ده 3 سنة، دقيق وبنزين وجاز وكهرباء. استاذ مروي ودي كهرباء يا اخي اثيوبيا، انت كهربتك بتقطع الناس هسه في رمضان كهرباء يوم يا جماعه، اثيوبيا كهرباء ما بتقطع. عندك نيل يا اخي ماشي من وين لوين؟ انا عندي شركه بتاعت حفريات بتاعت ابار جوفيه، بس انا شغال في حته اسمها فوجه، مويه ما عندهم، لازم يمشوا 6 كيلو 5 كيلو بيجيبوا مويه وبيجوا. هسه في فوجة ما بعيدة هنا بعد النمود، ما تمشي بعيد جبل أولية دي بعيدة ولا قريبة؟ قريبة. في ناس ما عندهم مويه يا اخوانا، مش البحر جنبهم؟ انا قاعد احكي لابار هنا، وابار ناس الغنية ما عندهم قروش يجيبوها، في منظمات خيرية يا اخوانا. نحن والله السودان ده الفيو بتكفي السودان وما حول السودان، لكن كيف نحن يا اخوانا نصبر نحط يدنا مع بعض ونشوف الحكومة المدنية دي زالة حتقدم لنا شنو؟ بعدين دستور الحكومة المدنية الانتقالية اللي بيتكلم عنها دي فيها حرية تعبير. اخوانا الحكومة المدنية دي لو ما دايرنا ما في جهاز امن بسكك بالزقاق، ما في بومبان. الناس بتيجي يا اخوانا تتفق، الناس ما دايرنا وما قدموا حاجة جدا. من وين نرفع مطالبنا؟ لانه ديوان الحكم المحلي القيادة العامة نجي نصبها ثاني، وين في هذه الحتة؟ امشي الحتة الفلانية طوال مين الحتة الفلانية؟ كل زول رافع يافطة. الاخبار دي كل يوم يا اخوانا، في زول ضرب زول بومبان ولا في زول سكه زول بعصايه، الدوله الثانيه كل زول واقف شايل لفتته. ثاني يوم الزول المسؤول ده بيجيبوه قاعد يا زول، الناس جوا احترقوا. معناها عندك اشكاليه، يا يشيلوك يجيبوا غيرك، يا تعدل لنا في القرارات اللي انت قلتها دي. طوال الحاجه دي ناقصه، دي الحكومه اللي احنا بنحتاج لها يا اخوانا. زول اسمع لنا واشتغل لنا قبل ما هو يكون قاعد في كرسي وجوه المكيف ضاربه ويطلع في التلفزيون انا حاعمل، وانا ما داري زول يقول انا حاعمل. دارين زول طوال من ميدان الاعتصام ده يعينه طوال يشوف هو داير شنو يعمل شنو، بعد ما يعمل يجينا يقول لنا انا عملت. لكن زول يا اخوانا يجي يقعد لنا يقول لنا انا حعمل 7 سنة. البشير ده بيمشي ناس بور السودان، مهرجان الثقافه في بور السودان عنده فيديو كده في اليوتيوب بتحضره، 7 سنة يوم كل سنه المويه ان شاء الله حتجيبنا السنه الجايه العصايه، كم ثانية كده ثاني بيجيبوا السنة البعادية الموية إن شاء الله. نحن اتفقنا مع أخوان الموية حتجيكم السنة الجاية، أنا 7 سنة دول بيكذب على ناس ودول بيكبروا لهم. يا أخي أنت لو كذبت علي ساعة قلت لي بمشي وبجيك بعد ساعة أنا ثاني ما بثق فيك، قال لي 7 سنة. طيب نحن بنكذب عليها 30 سنة، يلا 30 سنة دي نحن ما لنا تتكرر ببرهان أو بغير برهان. نحن ما عندنا مشاكل شخصية مع زول، برهان ذاته يا أخوان لو فاسد يتحاسب مع برهان ذاته، حميدتي غير وغير اي زول فاسد يتحاسب. الناس خايفه من الحساب ليه؟ في موت يا اخواننا ما في فايده، طالما بتموت بتنزل القبر ده في يوم حساب في يوم قيامه يتحاسب، بس احسن لك احسن بيتحاسب. بس الناس يا اخواننا كل زول زي ما يقولوا بكرامته، زي ما عملوا اللي قالوا اول زول يا اخواننا ده جلس لقوا قاعد ده، انا بعتبر انه ريح الناس وريح نفسه. الليمبي ده اول زول عبد الرحيم احمد حسين، الانقلاب حصل في جدك جلس لقوا قاعد في البيت ساقوا جابوا اول زول ده. انا بفتكر انه احسن من يمشي الحدود الاثيوبيه يقول له ركب طياره ولا يطلع على المبيض عشان عنده كتايب ظل ولا يركب طياره. ايوه احسن الزول اللي بيكون قاعد يا اخوانا بواجه الكلام ده. والله نحن بنته علياء ومرته منو وخالته منو ده كل الحساب بيجي يا اخوانا، ما عندنا مشكله في الحساب. نحن يعني الحساب ده ذاته عشان يتم دارين الغضاء النزيه، اصل الغضاء ذاته ما نزيه، الغضاء ما نزيه لانه عندك موكب مرق من وكلاء النيابه ولا والغضاء لما حصل وجو مارقين هسه حاليا كلهم مقدمين لهم شنو؟ مقدمين لهم مجالس تحقيق بحققوا معاهم انتوا طلعتوا لي موقف. طيب يا اخوانا دي وين الحريه؟ وين التغيير؟ انا ما في تغيير. ويومي بيظهر للناس انه زول جاي بالمطار وقفونا جهاز الامن قالوا لي عندك حظر. اخوانا انا محظور كيف؟ البلد ما حلوا قانونها خلاص ودستور ما في، هو البلد ما فيها رئيس. تقول لي محظور؟ محظور من شنو؟ يخش مكان الجهاز العام يشيل اسمه يشيل بياناته يشيل رقم تليفونه ويعرف عنوانه ويفكه. ليه؟ يقول لي ده اجرار روتيني. اجرار روتيني من يا زول؟ هو المطار ذاته المفروض ما يشتغل لحد ما يجي رئيس جديد، لا مسافر لا داخل.
لا يجينا مبعوث من برا لا يقول لنا زول من هنا. حتى السودانيين القاعدين هنا اللي غامضين دارك انتهي ينتظروا ما مشكله يجددوا بعد سنه يجددوا بعد 6 شهور مو مجددين لشنو ذاته هو مغترب لشنو السودان خلاص بعد تبقى سودان جديد دار يتغير حس وطن حس وطن هاي لاحق شنو واللحقوا ده هناك بكره بخلي هناك بيجي هنا مغترب السعوديه ذاته لما نيجي هنا كفيله كان شغال معاه هيجي بكره هنا هيقول عليك الله يا اخي المشروع ده شوفوا لسه ده في يوم من الايام كان كفيله في السعوديه وصل ده الحاصل يا اخوانا نحن لو مشينا وتكلمنا كده كلام ما بيخلص كل زوج واو كلام ناس دي كلها مغبونه ناس عندها حاجتين الاحتصام ده دي قوتنا ده اللي بيحقق لنا مطالبنا وكلام الدكتور صاحبي قال الناس بقت انصرافيه فعلا في حاجات انصرافيه وفي ناس بتقول في هتافات ما لها معنى في حاجات كثيره حاصله لكن الحاجات دي يا اخوانا احنا بنعالجها اي زول واعي اي زول عقله في راسه اي زول فاهم انه الاحتصام ده داخله فوق شنو لو لقى زول بيعمل في شيء غلط ما عيب انك توقف تتكلم معه بطريقه ظريفه بطريقه كويسه زي التفتيش بالزوج يا شاب يا اخوي يا اخي الكلام ده والله غلط نحن ما جينا للكلام زي انت جاي من البيت هسه وحترجع عشان تنام في بيتكم في ناس قاعدين من 6 ابريل وعندهم شهداء يغيروا وجهه النظر دي وكلامك ده لو دار تقوله احسن تقوله لنا في الفيسبوك من البيت بدل ما تيجي تقوله هنا احسن 100 نفر متمسكين بقضيتهم وصلوا ل 40 مليون سوداني للحاجه دايرنا ولا 10 مليون قاعدين هنا جوا الاعتصام و5 مليون شايفين كده و3 مليون شايفين كده و2 مليون شايفين كده اخر 100 نفر جوا الاعتصام ده والله يا اخوانا يجيبوا حق ال 40 مليون انا ده في رايي غايب يعني ال 40 مليون دول هم قاعدين في بيوتهم ناس واتساب وناس فيسبوك فيهم زي 8 مليون دول كيزان ما عندهم اي موضوع قاعدين بس في الفيسبوك بيشوفوا الحاصل شنو الاعتصام هاي بالله يتضربوا على صدام السريع تيف ينزل لك هو ما شاف ذاته ناس صدام السريع دول واقفين في القياده وين قاعد في بيتهم دكتور انور ده بالمناسبه انا جيت اول زول امبارح سالته عامل لايف للحاجه اللي حصلت دي ضارب اصبعه وضارب راسه بعصايا يا دكتور كفاره والله انا جايب لي اللايف قال لي يا اخي الحاجه حصلت بسيطه جدا في ناس ينص الناس يعني طلعت من طريقه الهتاف بطريقه شنو بتسيف الناس دي والناس دي في النهايه اخوانا سودانيين بغض النظر عن انه عندنا معاهم مشاكل مشاكل ده القانون هسه احنا بشير بيش ما عندنا معاهم مشاكل نمشي جوه بنبتله لو ده القانون احنا دايرين نحقق كده هسه من هنا كلنا الاعتصام ده كوبر بنخشها ما تقول لي في دوشكا واقفه ولا دعم سريع ولا جيش زي ما الناس جات في 6 ابريل هنا مش كل زول مقبول من بشه ده عنده حاجه نمشي هسه من هنا كوبر والله كل زول يدي بشه ده كف 10,000 بس لما نحصله بشه بكون مات احتمال 10 انفار ما 10,000 ذاته يا اخوانا كلام كلام انه كل زول يشيل حقه بيده ده غلط وكلام انه الناس يعني كل زول يقلع حقه بيده ده ما صح زي ما نحن بنفكر في دولة قانون ودولة حريات يبقى انه انا اسمع من الزول ورد له بافهامه وبطريقته ايا كان كلامه شو حتى لو كلامه ما عجبني ما اصده ولا انبذه اقول يا اخي والله ما اتفقنا لكن شنو؟ تلقى انا ده براجع دي براب الدنيا احسن من انه اقول له يا زول ما تتكلم معي ما تتكلم معي دي انت اصلا ليه بادي معه حوار وليه بادي معه كلام وصل منصه ده اي زول في الناس اللي واقفين عنده كلام عنده وجهه نظر الدكتور ده اصلا قاعد للحاجه دي مخاطبه البحثيين عندهم اي حاجه زول داري يقولها تفضل يقولها عنده تمارين بتاعت مخاطبه للناس وانا واحد من الناس اول يوم اتكلم هنا يوم هنا في منطقه العباسيه اي فما في مشكله فاي زول يا اخواننا عنده كلام داري يقوله ما في مشكله الناس لو جات لو الليله ولقت الفرصه يوم الدكتور ده موجود الناس بتلقى فرصه لكن حاجتين الاحتصام يا اخواننا ما يتفكى عشان مطالبنا نحن دايريننا تبقى لنا والحكومه المدنيه لو جات بتقدمنا وقت اخر ان شاء الله لانه التغيير سنه الحياه ان شاء الله حقيقه انا كلامك انا موفى وعبيدة دكتور شغالين في عياده العباسيه هنا وان شاء الله زي ما انت قلت نحن صابنا من يوم 6 انا بقول للناس والله نحن ستاند باي الى الضحيه وما عندنا مشكله حريه سلام وعداله حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب هو ده شعارنا اللي افترضنا نحتفله يوميا يا اخوانا دي الحاجه الاولى كلامك انا بعقب عليه كلامك جميل جدا ويا اخوانا نحن الكلام اللي بنقوله ما عشان زول يسمعه ويمشي خط راسه ينوم لا عشان تقبض اخوك الثاني اللي قاعد هناك وما عارف وما سمح كلامنا ده توريه نفس الكلام اللي قال هنا عشان هو يعرفه
وعي. لازم الناس كلها توعي يا اخوان. الشعب السوداني هو من ناحية وعي وواعي، لأنه لو ما واعي ما جاء وقف قدام القيادة العامة. لكن داخل الاحتصام في حاجات هم ما واعي لها خالص. يعني في ناس بعيدين جدا من اللي بيحصل داخل القيادة. ويا اخوان نحن قاعدين من يوم 6 وحضرنا كل الاشتباكات اللي حصلت مع ناس الجهاز، وحضرنا الموت قدامنا، وازعفنا ناس الحمد لله حيوا وفي ناس ماتوا. ان شاء الله ربنا يتقبلهم بواسع رحمته. المعلومه اللي انا دار اوصلها للناس يا اخواننا، معظم المحتصمين بقى يستخدموا الاحتصام ما عشان حريه ولا عشان تغيير، عشان تغيير مزاجهم. يعني معظم الناس انا شايفهم الواحد بينصرف بيته بيجي راجع بعد المغرب سايق معه صاحبته عشان يقعدوا يشربوا قهوة ويغيروا جو ويعينوا للمناظر دي، نور مولع وده هنا رسمة بتاعت بلد ودي رسمة خريطة وغيره وغيره، ويرجع زي ما كان ساعة 10 ساعة 11 رجع. ليه طيب أخوك الموجود هنا ده البيبيت في التروتوار وما يلقى قوته بيتغطى بقميصه ده، انت فايته بشنو؟ ما بحاجة أخوانا. الناس كلها سواسية مع بعض، وكلنا نحن افترض نكون قبضة رجل واحدة عشان ما نقدر نصل للي نحن عايزينه. اخوانا نحن في الاسبوع الاول اسبوع واحد ممكن اقل من اسبوع سقطنا اثنين. ليه؟ لانه لما جينا هدفنا واحد، نيتنا صافية، وفي نفس الوقت عزيمتنا كانت قوية. طيب نحن في الاشتباكات اللي حصلت بتاعت ناس الجهاز الفاتت، والله على ما قوله شهيد، لما يضرب الرصاص اقرب بيت جنبك بتشيله بترمي بها الواطة، بترقد الواطة سوا لغاية ما ينتهي الاشتباك، بتقوم وتتنفط وبتزالي انت كويسة انا كويسة. لكن يا اخواننا الليلة الموضوع يتغير خالص. الليلة اذا لقيت قاعدة ساكت بتهتف مع الناس، بتيجي تهتف جنبة عشان تتونس معاها. الكلام ده غلط يا اخوان، غلط ثم غلط ثم غلط. كلنا شباب وجينا هنا ما راسنا شايب ولا جينا فينا زول عمره يومين، نحن شباب وكلنا في مراحل مطلوب فيها الرفاهية، مطلوب فيها الحب، ومطلوب فيها الى ما لا نهاية. لكن يا اخوان نحن هنا عندنا رسالة، ما لم انه الرسالة دي نوصلها وننال مطالبنا كلها، افتكر انه ما في زول يخد في نيته حاجة وسخة خالص. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، الوعي داخل الاحتصام. الناس بقت يعني في رمضان ممكن ما المسلمون العذر على اساس انه هم صايمين، كلنا صايمين مع بعض يا حبيبي. تمام مدعم الناس دي ما كلها، معلش انا بتكلم بصوره عامه، تمام. الناس صايمه اوكي، تعبانه من السخانه، ما في هتاف ما في غيره، الناس كلها قاعده مستكينه. الاحتصام عباره عن قعد بالضبط كده، طالما انت صابيه هو ده الاحتصام تمام. ويا اخواننا لو فضلوا في الميدان 50 نفر والخيام دي موجودة، الناس محتصمة قاعدة ما فاتت. لو الناس كلها انصرفت فاضل 50 نفر بس قاعدين جوا الاحتصام، هو ده الاحتصام موجود ما تفك. الحاجة اللي انا داير اوصلها انه يا اخواننا لازم الناس عقب الافطار، عقب التراويح، عقب السحور، تمام، الناس ما قاعدة مرتاحة بالنهار تمام، انهم الليل ده كله في رمضان من بعد الافطار لغاية الفجر افترض يهتفوا هتاف واحد تمام، يهتفوا هتاف واحد، مطلب واحد اللي هو كلنا جايين عشان المدنية، عشان الحكومة المدنية وعشان البلد تتقدم لقدام. افترض الناس كلها تكون بنفس الهتاف، الهتاف هذا الانصرافية ما حد فيدنا بحاجة والله يا اخوان. يعني انا ماري اول امس هناك على جهة البحرية
واقفين شباب اكثر من 35 نفر بيكوركو بهتافات ممكن ما لها علاقه اصلا بالثوره. يا عمو امشي البيت كان ذاك بيشغل لك، ده علاقته شنو بالثوره؟ فيا اخواننا الناس الموجوده كلهم الان تكلمنا في نقاط مهمه جدا، والدردشه بتاعتنا دي حلوه جدا يا اخوان، بنقدر نتفاكر ونشير رايي ونشير رايك. تمام. افترض الناس كلها، ايوه انا جايب، افترض الناس كلها اي زول سمع الكلام واي زول حضر النقاش ده طوالي يمشي، ما ضروري التوقيف في المنصه، حتى لو ما عايز توقف في المنصه لقيت مجموعه اقعد معهم، ما في النهايه اخوانك كلنا في القياده هنا اخوان، ما في زول بيختلف من الثاني ايا كان نوعه ايا كان جنسه ايا كان غيره، في النهايه كلنا سودانيين، ونحن لما جينا هنا جينا سودانيين، ما فينا زول افريقي، ما فينا زول افريقي من الخارج من النيجر ولا من غيره، كلنا افريقي سوداني. اوكي انا عايزك تعقب على كلامي لانه قبيل. طيب يا اخوانا طبعا المدنيه اللي بيتكلموا عنها، المدنيه دي افترض انها فيها حريه بتاعت راي وراي ثاني وبتاع، بعد مرات الزول بيكون ماسك المايك بيقول كلام الكيزان زمان بتذكروه، واحد بيتكلم بيغيزك صح بيفرمك، احنا الشريعه واحنا جينا ولا اله الا الله وبتاع، تعرفوا كذاب، لكن ما عندك طريقه بتاعت تمسك المايك تقول الكلام. هسه حاليا الحمد لله رب العالمين عندنا الفرصه بتاعت ان كل زول يقول عن رايه ورايه الثاني بكل سلميه، بدا السلميه تواصل سلميه. يعني الملاحظ في الكلام بتاع الدكتور فعلا فيه تعميم، يعني لما تقول يعني شخصيا بجي هنا ده اتصال القياده ده وبتاع، يا اخي ما عندي قضيه ببيت ولا مره ولا راجل ولا الى اخره، وما عندي هتافات مثلا لكن في ناس ملاحظات. من المهم جدا اخواننا من الباحث العلمي انه يبتعد من التعميم. في عباره مهمه جدا بتتقال، بيقول لك every generalization is wrong including this one، اي تعميم خاطئ بما فيه التعميم اللي قلناه ده ذاته. فقول والله انا رايي، بالتالي انت شلت الكريديبيليتي شلتها لنفسك، ممكن كلامك يكون صح يكون خطا، انت والكريدنشلز بتاعتك، انت والله دارس باحث متخصص الى اخره، لكن ده رايك الشخصي، فمن عمم على الاعتصام. انا مشاهداتي العين دي بتاعي 180 يا اخواننا، السمع 360 لكن العين 180، انا بقدر اعاين كده في المحيط ده بقول والله انا شفته في الاعتصام كده، لكن ما بقول الاعتصام هو كده. فده عشان تمهيدا لرايك. تفضل. بسم الله محمد اسامه الدين. الحته بتاعت التعميم والتعميم دي الناس دي كلها ما بتجي للفهم ده، في ناس بتجي، في ناس بنعرفها بتجي هنا بتجي للاحتسام ده، حتى نوع الهتافات اللي قلتها دي زي يا عمو امشي البيت يا عمو هناي، الهتاف ده هنا صح احتمال جنب البحريه يكون ما صح، لكن حسي في الكوبري بيضيف نوع من المرح كده، يعني كونه ماشي زول وبشغلوه عليك نوع من المرح، الداخلين شينين والمارقين سامحين، نوع من المرح، الزول الجاي خاشي سامح والزول الجاي شي ما في حاجه، لكن الناس ما تبعد هاي، وكونه انه 50 نفر يقعدوا ضل احتصام وده لا، يجوا كلهم ونحن نوعيهم، انا اوعيهم وانت توعيهم وده يوعيهم، لكن ما ننقص، ما في حاجه اسمها عشان انت اهتافك سلبي ما تجي بكره، لا تجي انت تقعد معاه توعيه ويا اخي اهتف كده يا اخي. الحكومه المدنيه بنتكلم عنها دي، الناس دي كلها في اغلبيه منها بتهتف مدنيه مدنيه مدنيه، ما في كونزول مسك المايك وقع الشباب، في شباب ما عارفين حكومه مدنيه يعني شنو، ما في كونزول مسك وقع الشباب قال لهم يا اخي تعالوا ان احنا بنهتف مدنيه مدنيه عشان الحكومه المدنيه دي بتعمل لنا كده وبتعمل لنا كده وبتعمل لنا كده. ها ان احنا واحدين من الناس بنمشي، انا شغال في السوق بمشي، يعني الطبقه في السوق احتمال تكون شنو شويه صعبه، ناس عمامه كبار وبتاع يلاقي تاني دايرين شنو ما خلاص الحكومه اتقلبت والبشير اتقلب وابن وافي اتقلب تاني العساكر دي يعني شنو انتوا قليلين ادب يدقوكم بس وفي اللي بيقول لك يا اخي انت شيوعي وانت ما عارف شنو انت ما عارف شنو. الناس توعي بالمدنيه، توعي بالحاجه الغلط اللي بتحصل، الشباب اللي بتحصل منهم غلط نوعيونا نحن يا شباب كده ما صح، يا شباب سووا صح اتكلم معاهم، لكن ما في حاجه اسمها ننقص، احنا هنا ما دايرين ننقص، غايته دي وجهه نظري انا، انا وجهه نظري يجي ويقعد ونوعينا احنا، لكن ما ننقص. عرف نفسك بس الزول عرف. بسم الله، الاسم منتظر اسحاق. انا طبعا في موضوع الدكتور انه السلوكيات والسلبيات الحاصله في الاعتصام، انا بشوف انه الحاجات دي حاصله قبل الاعتصام وحصلت وبتحصل، انت طلعتك للشارع رفعت شعار انه الحريه سلام وعداله، الناس اللي بتيجي كلها ما نوايا واحده
زي تنوع السودان هنا، جينا شفنا التنوع. ممكن عادي زول يجيك بلبس ثاني، تنوع السودان يعني السودان متنوع شديد، اي زول باخلاقه في البيت صفاته. لكن انا ما ممكن اجي لاعتصام الليله واقول انا شفت كده وحاجه كده. يا خلي الزيت في بيتكم، ان السلبيات دي في اي حته، حتى لو اجتمعنا تقريبا 15 شاب في قاعده حيكون في سلبيات، لكن الحياه دي بتجي اصلا. لكن برنامج انه الوعي، احنا برنامج الوعي، انا ما رجعت البيت، رجعت امبارح طبعا مع ناس البيت في الشارع الصينيه، في عمك سالني قال لي جاي من وين؟ قلت له جاي من الاعتصام. قال لي يا اخي ما الحكومه دي ما سقطت، انتوا دايرين شنو في الاعتصام؟ دايرين شنو في الاعتصام؟ يلا احنا كشباب دورنا شنو في الحته دي؟ عشان نوعي الناس ديل ونوعي الشباب القاعدين، دورنا شنو؟ في حاجه حسي كويسه انها بدت من قبل في بدايه الثوره، انها لجان مقاومه، لجان المقاومه الاحياء. حسي انا قبل شويه قاعد في لجان مقاومه بتاع السامراب، جيت لشمبات، جيت للعباسيه، برنامج كويس لجان مقاومه بتاع الاحياء دي حيكون حيستمر من منابر الجامع، صلاه الجمعه استضيف الشباب، حيكون التوية من انت ابدع من حلتكم لحد ما تجي تكمل البرنامج. الوعي حيكون كيف؟ طبعا صعب يعني احنا كشباب يعني تعاملنا صعب مع بعضنا، جيلنا كده يعني انك تتعامل مع زول كده وكده كده كده صعبه شديد. لكن الوعي بيستمر كيف؟ زي ما قال الاستاذ انه الناس ما فاهمة المدني. يا أخي أنا بقول لك الناس ما فاهمة الحرية والتخيير دي شنو ذاتها، ما فاهمة تجمع المهنيين ذات شنو. إحنا كدورنا كشباب إنه الشباب كلها تجتمع وتكون في لجان مقاومة الأحياء، توعي من الأحياء. يعني أنت تمشي البيت ما ممكن زول يسألك يقول لك يا أخي ما فيك كوبري الحديد ده عشان الناس دي تحصل العربي، يا أخي ما في مواصلات، أنت عندك مطالب قاعد تحقق فيه. شكرا لك. الثاني انا جيتكم، انا الشاب ده كلامه عجبني جدا جدا في نقطة واحدة، اني احنا شعارنا حرية سلام وعدالة. انا واحد من الناس حضرت الثلاثة انتفاضات، بسمى انتفاضات، كنت في الخرطوم في مظاهرة، طلحت بعربتي لما وصلت عطبرة لقيت الناس شغالة، ما بغشك ما خشيت عطبرة لكن عاينت لقيت فيها لأن الناس قاعدة تفلع في شارع، كنت ماشي لبورسودان، وصلت بورسودان مظاهرات طلعت من جنب بيتنا، احتمال دكتور أنور ده عارفني هناك بيتنا، طوالي طلعت مع الناس. لما جينا هنا الموكب خشة فعلا يوم ستة ده صراحة كان فيه الناس الحارين، يوم ستة ده الناس اتحركت من شرواني ومن جاكسون ودخلت من بره، كانوا الناس الحارين. يوم 7-8-9 بدوا يجوا شنو؟ ناس أول مرة تعرف الحاجات دي. أنا شفت حاجات سالبة ما أقدر أتكلم عنها لكن شفت العجب العجب، لكن برضو تكيفت. أنا في واحدة لقيتها لما قاعدة بتمسك في السلفي قلت لها والله أقول لك حاجة، والله مبروك، والله نحن وصلنا. ليه؟ لأنه أنا عارف إنه الشخصية دي عمرها ما بتتعرض للمواقف الزي دي. لما هي جاتنا الاحتصام هنا انا اتبسطت بغض النظر لابسه شنو، شكلها شنو، انطباعها شنو، فهمها شنو، لكن وصلت معناتها في قناعه بعد اني اخي الشغله دي التغيير لازم نجي الكلام زول يبقى قال. التعقيب الثاني بتاعي شنو؟ انا عارف انه يا اخي احنا السودان وبس، لكن انا دائما بتكلم ما قاعد اتكلم كلام سمح، عارفني الناس اللي بيعرفوني ما قاعد اتكلم كلام سمح، بتكلم دائما الكلام الحاصل الواقع. نحن عشان ندير دولة هاي كلنا دايرين يا السودان ده يتقدم ويمشي، والكفيل ذاك يجينا هنا وإن شاء الله حيجينا إن شاء الله، لأنه نحن اللي عندنا أنا قبيل ما قلت لك مجال، أنا عندي شركة بتاعت صادر بصدر محاصيل ذو الخلا تمام، وعارف في السوق حاصل شنو. أنا قبيل لما اتكلمت لك على الخسارة والحاجات أنا ما بتكلم للشعب، نحن في مؤسسات دولة لعبة معانا ضاغط أسي حاليا أسي، مش بقول لك يا خال بشير أنا طلع، لا 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 لا، أنا بالنسبة لي الحكومة لسه ما سقطت لانه شغلنا العفن 30 سنه هسه قاعدين يلعبوا معانا، وقعب كمان وقعب، وهسه على ايامات دي بيلعبوا معانا لعب كعب جدا جدا. انا ما قلت لك انا الليله لو والله انا واحد من الناس واقولها قدام الناس الليله انا اتاكد انه الحكومه دي اتغيرت ها ويجي يشيلوا قروش كلها بكون مبسوط للسودان، ما عندي اي مشكله، لكن الليله انا عارف انه
عارف انه الليلة انا الناس الشغالين معي كعب دل انا داير اغيرهم وشايف انه في فراغ سياسي الناس اللي قاعدين تعرف مشكلة القرادة شنو وانا احتزر للقرادة القرادة تمصك لحد اخر حاجة وهم لحد اسعموا الشبسين بيمصوا فيها دايرين يمشوا بأكتر الغنيمة وحيمشوا ان شاء الله حيمشوا لكن لسه مشبسين فيها نحن دا دايرين نشوف لهم حل الناس دي الليلة حد داسي قاعدين في مؤسسات الدولة بيمصوا في 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 دم الشعب ده يسقط المجلس العسكري والله يسقط المجلس العسكري ويسقط البرهان ويسقط اي زول ويسقط اي زول يا اخي ما داير البلد دي تمشي لقدام أيوه. نحن الاعتصام ده الليلة نحن دولة أيوه. نحن الاعتصام ده انا بسماه جمهورية الاعتصام مش ولا هو سماه الجمهورية هنا عندنا جمهورية لكن برضو نحن خارج الاسوار دي في عالم تاني الرياليتي عالم الواقع نحن لما نطلع من هنا بنعيش وبنتصادم به انت زي ما قلت في مجالك انا في مجالي لسه بشوف اني اخي الناس المتحكمين وماسكين وبيمصوا في دمنا وقاعدين يظلموا فينا لحد هسه والشغل اللي بيلعبوا به انت زول سوق بيلعبوا بالسوق ده نفسي هم بيلعبوا به بيخسروني انا ما بقول لك الشعب بخسرني انا اخوي ده لو جا قال لي يا اخي داير حاجه بدفع ما عندي مشكله لكن اللي انا عارف قروش البخسره دي قاعد تمشي لوين عشان كده دايرنا مدنيه دايرنا مدنيه لكن المدنيه نحن زي ما قال الشاب نحن والله العظيم يعني ما نغش نفسنا اجوا الاحتصام ده الاحتمال انا ما داير اجمع لكن في ناس بيكونوا ما عارفين المدنيه دي انا واحد من الناس الا قعدت درستها بعدين عرفت فهمت المدنيه لان انا بقول لك انا ولدوني عارف انا عمري ما عشت في حكومه مدنيه انا حكمني عسكري مما قمت يا اخي انا الروضه البشير معي جيت المدرسه البشير معي دخلت الثانوي البشير معي يا اخي ايام ساحات الفيده كلنا يا اخي ناس بتعاين ميكي وبتاع برا نحن ساحات الفيده ها يا اخي انا عندي اخويا انا مو بنتذكر انا بتذكر الليل عمرنا 9 سنين زاكين الدفار بتاع النظام مش النظام العام الخدمه المدنيه الخدمه الوطنيه 9 هو عمره 11 الزاميه 9 نحن جايرين يا زول عرفتها والله كنا قاعدين نتعشى في مطعم فول بتذكر ها نحن طلبه بتاع زاني نلبس كاني شوف جيت خشيت الجامعة بيحكمني البشير عرست وجبت أولاد بيحكمني البشير والحمد لله سقط الحمد لله سقط ما بنعرف المدنية طيب تكلم لنا عنها ولا قريت عنها دايرين المدنية دي يعني تتفهم للناس كلها أنا بتعريفي أيوه الحكومة المدنية دي في فرق بين الحكومة المدنية هي ما في فرق لكن هي بتتوافق مع حكومة الكفاءات التكنوقراط الاثنين بيجوا سوا صح؟ لأنه التكنوقراط دل مدنيين ما عسكري ما جهات منظمة الحكومة المدنية دي حكومة بتتكون من أشخاص وأفراد أغلبهم ما عندهم انتماء سياسي بالمعنى أنت لازم أن تكون في حزب لكن بالمعنى اللي أنت أنا مجرد للحزب فقط الأحزاب بتجيب ناس في مواقع سياسية في فرق بين الموقع السياسي زي الوزراء اللي كانوا عندنا ديال الوزارات دي دائما الوزير بيكون حاجة سياسية واجهة سياسية اللي بيكونوا شغالين تحت دير كلهم مدنيين مدني بمعنى انه الدكتور في الطب والمهندس في الهندسه والاقتصادي في الاقتصاد والزراعه في الزراعه وكلهم بيحكمون قانون ودستور ما بينجروا من راسهم بيجي على حسب مواصفات معينه اسمها جوب ديسكريبشن دي في الحكومه المدنيه جوب ديسكريبشن والله يا اخي نحن بنفتش لنا وكيل الوزاره بتاعت الزراعه تمام دكتور انور يا اخي جد يا نحن رشحناه كمجلس كمان الحكومه المدنيه دي ما ينزل بيجي بخش بيقول يا اخي انا داير ابقى لا في مجالس بترشح افراد بتكون فلترتهم وغربلتهم وفيها شفافيه دائما الحكومه المدنيه فيها شفافيه ليه فيها شفافيه لانه نحن ما عصابه نحن جايين نخدم البلد ده اي زول يقوم برشح ثاني والله يا اخي انا بشوف دكتور انور ده افضل للموقع ده لا والله انا بشوف دكتور فلان افضل للموقع ده بنجيبهم 20 دكتور بنقعد 20 يوم نشوف من يوم ولده لحد الليلة الزول ده فهموا شنو اللي جينا أحسن بنقوم بنطلعه ندي جوب ديسكريبشن معين ما يوم انت تكون لي في الزراعة وتاني يوم حاوديك الصناعة وتالتي يوم أجيبك زي فلان داك جابوا صحة داك دكتور كان بتاع الصحة داك نقول الاسم ولا ما نقول ها؟ ها؟ أبو قردة عليك الله أسع عليك الله تجيب لي أحد اسمه أبو قردة ما أقول لا مش كده أنا ما بقول لك في الاسم انا معلش ما بقول لك في الاسم انت الصفه بتاعتك درست شنو انا مش بتكلم في الاسم انت قريت شنو عشان تجي تمسك الحته دي يلا
الاطفال لما تيجي تمسك داير تقدم لنا شويه واحد وداير يقدم لنا الحزب قال قال الحاجه. فانا في حاجات داير اعقب على يعقب من المهم جدا جدا متونس. انه احنا من قعدتنا دي الناس تكون عارفه تعريف الدوله المدنيه الطالبه. ايوه لانه ده واحده من الاساسيات بتاعت الوعي. اتكلم عنها ممكن ممكن طيب طيب شكرا للفرصة. انا سعد الطيب مصطفى من سنار اختصاصي نفسي. ده نبدا من انه الدوله المدنيه اللي انا شايفها او مش السلطه المدنيه مش حكومه مدنيه. انا بقول سلطه ليه؟ لانه الفتره بتاعت 4 سنوات اللي احنا عايزين نغربل 30 سنه لورا. بالتالي 4 سنوات في سلطه مع حكومه مدنيه. ما حكومة دي مؤسس المجلس العسكري بيتكلم عن مجلس سيادي، هو عايز مجلس سيادي يكون أغلبية. يعني جبنا دكتور أنور ده رئيس الوزراء كفاءات، بكرة بالدولة العميقة يغيلوا دكتور أنور، بيقبل الشعب السوداني ده شوفوا المدنيين اللي جبتهم، هيكرهوا الناس في المدنيين وتاني الناس تطلع ثورة وتاني. فالدولة المدنية وفق تقديراتي الشخصية هي الدولة بتكون فيها فصل للسلطات الثلاثة، سواء كانت سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية أو غطاء مستغل. فالإنغاز شوهت الحاجات دي. يعني الوزير بيكون عضو في البرلمان وبيكون في نفس الوقت في تنفيذي، وده غلط يا جماعة. عضو في المؤتمر الوطني. فاستغلال المؤتمر الوطني هو تنظيم استغل الدولة لحاجاته هو. بالتالي الحاجات دي لازم تتفكك. والليلة بنك السودان واحدة من المشكلات أنه لسه الدولة دي قاعدة بتاعت الإنغاز قاعدة. بنك السودان فك منظمة الشهيد الحساب بتاعها وشركات التابعة له. بالتالي الموضوع ده انا قاعد انا على المستوى الشخصي كنت في المعتقل طلعت يعني لا حضرت الحياة السمحة دي كلها ما حضرتها يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 ويوم 11 ابن عفده ما كنا مصدقين سامعين الذخيرة قلنا نادر ودونا ما عارفين الحظ شنو. فلما طلعنا برا الناس بيحكوا لك عن موكب عن ملايين الناس حيات كده مشيت رجعت المستشفى هناك لقيت المرتب موقوف عملوا لي مجلس بتاع محاسبة وتحقيق وتمشي سنجو. يا سيد انا معتقل احتقال تحسه فيه يقول لي ما بفهم كلام زي ده. يا سيد القانون بتاع الخدمه الدوله العميقه دي قاعده لسه الليله لسه المدير الطبي والمدير عام الوزاره كلهم مؤتمر وطني بيقول لك يا اخي انا ما دخلت محكمه حكمتني على انه اخش على الدوله ممكن تحاسبني التعسف لانه قانون جهاز الامن البلد دي كانت ماشيه ازاي يعني كانت ماشيه بقوه بتاعت جهاز امن وميليشيات بتاعت فالدوله العميقه لا زالت قاعده لا زالت التلفزيون فيها النقشبندي بتاع برنامج المشهد اللي كان قبل الصعود بتاع البشير ده كان بيتكلم بيتبجح بيجيب يونس محمود بيستضيفه اللي هو ده بيتكلم عنه البلد دي نحن عامله في الكاسايل للعلمانيين والشيوعيين والكلام الفارغ ده. المجلس العسكري انتنا وهو براوغ ومدعوم من نكون واضحين من مصر. مصر ما مصلحتها يكون في نظام ديمقراطي في السودان. السعوديه كذلك بتخاف على نفسها. الامارات. بالتالي نحن محتاجين ان نواجه 3 دول مع بعض مع المجلس العسكري والدولة العميقة. نحن مع احترامنا للقوات المسلحة والشرفاء أنا بأكد على الشرفاء في القوات المسلحة فيني ناس محترمين وشرفاء وناس حامد محمد صديق دل كان نموذج والجنود الباقيين نموذج لكن المجلس العسكري ما شرفاء لأنه كباشي بيتكلم على أنه قبلته ما قبلته أنا بعزيته أنت منو يا زول لداك الشرعية الثورية بتتكلم بيتبجح الجماهير دي جابت الحاجة دي هي سقطة عمر بشير وممكن تصدق كده انت يا برهان أسي زي ما قالوا ابن عمر ما داري انه بقى زي الحالة بتاعت الواتساب 24 ساعة ناس شالوا. بالتالي احنا محتاجين انه ناخد وعي. واحدة من الملاحظات اللي ما هتكلم كتير واحدة من الملاحظات اللي لاحظتها انا الترس في مناوشات الليلة كتير لاحظتها قبقبة الحاجات دي ما طبيعية يا جماعة احنا نكون واضحين. يعني الاسبل لو ما الشرطة العسكرية في زورة من البنات الشغالات في الترس الكنداكات يتلموا فيها مجموعه كده معاون اولاد كده يدقوا لهم جت دخلت الشرطه العسكريه العياده برضه في كان في قبقبه واحد يده مكسوره بقبقبه الزور في الترس. ده رساله مني للناس اللجنه ولناس التجمع يا اخي جيب زول فيليكس جيب زول مرن يكون في الترس ده زول على قدر من الوعي يتعامل مع زول بغض النظر عن داعش عن هو شنو يتعامل معه بصوره ظريفه. ما الكيزان ده لسه قاعدين ولسه بيجيبوا ناس من هنا وفي حاجات كثيره. انا في سيناريو هناك واحد كده جاب لي صوره قال لي يا اخي الاولاد والبنات راكدين مع بعض وقبضون ودي الصوره وده الكلام اللي بيتقال ده في الاعلام الجهاد الالكتروني قاعد. واحده من اشكالاتنا نحن ذاتنا كمعارضه او كتجمع في السوشيال ميديا واحده من مشكلاتنا مركزين على قضايا انصرافيه. يعني الفيس كله ليله بيتكلم عن واحده كده امبارح كانت في البرنامج بتاع المخلوعه كده في بتاع صداقه زور المخلوعه دي مركزين مع نظارات هنا قالوا ده بكري جديد ومسطور في حاجات كده هوائيه يا جماعه. ودي دي دي الدوله العميقه ذات الايراني تركز معاها. نحن عندنا حاجات اساسيه. المجلس العسكري ده الاعتصام ده مهدد بالنسبه له
وخايفين من اصلا الناس دي خايفين يعني الاعتصام ده يتواصل ما بيقدر يفضل يحداه عديل كده ما بيقدر يفضل الاعتصام ده لكن الحاجه الاساسيه نحن ماشيين لخطوه هي دايرين ننتقل من مرحله الفعل الثوري لمرحله الفعل السياسي واحده من التولز والادوات بتاعت الفعل السياسي اللي هي الاضراب العصيان ماشيين على خطوه العصيان ما نسرع بكره يا تجمع المهنيين دي رساله لك ما نقول بكره دايرين نعمل عصيان ما لم نرتب حاجاتنا تفاصيلنا في لجان تكونت لجنه الاطباء لجنه اللجنه المركزيه لجنه العاملين كده دي لجان تكونت في دور في الخدمه المدنيه بترتب نفسها لما تصل مرحله محدده بتاعت انه خلاص احنا ستاند باي على انه عصياننا ده حيكون 100% احنا الوقت ده نكون خلاص رتبنا حياتنا لكن ما نستعجل عشان ما نخش في نفس المرمطه دي والشعب السوداني ده يا جماعه الاستاذ عبد المخاري ما حجيب تقريبا في واحده من مقالاته لما قدموا له المغفره فسالوه قام قال لي الزول الداير شنو قال لي انت قدمت للشعب السوداني شنو قال لي يا اخي الوعي بقدر ما استطعت نحن محتاجين مزيدا من الوعي قدر ما نحن نبغى تهس الليره ننقل حياتنا دي للبيت انا جاي من المعتقل اول حاجه سالني من الحاجه يا اخو عمر البشير ده مسكين ما عنده جنة يعني انا ولد معتقل في لسه في ناس بيفكروا بالعقليه دي يعني والله تعليمه كان محدود ربط منزل لسه في تعاطف انه مسكين ما عنده جنة لكن مرضه هي التعبه نحن محتاجين نرسم التلفزيون لسه يا جماعه والله انا مزعلني التلفزيون ده التلفزيون بتاع السودان ده لسه الناس قاعدين يا جماعه نفس الناس اللي كانوا بيطبروا النظام قاعدين ماسكين جابوا جمال الدين مصطفى كوز معروف كان مذيع بتاع اخبار يعني ما في حاجه تغيرت الصحافه الليله واحد قاعد مع اخو حميدتي قابل الصحفيين بيقول له يا اخي شغال في اخبار اليوم بيقول له يا اخي الفوضى دي ما تحسموها الاعتصام ده وتفضوا الزول كان عاقل قام قال لنا احنا ما عندنا يعني ما حنفضل الاعتصام فلسه الهندي عز الدين بيكتب فيا جماعه احنا الحريه لنا وسوانا زي ما قال الاستاذ محمود محمد طه لكن كمان في حيات كده يعني بتهبش العظم وبتستفزك يعني زي القوه بتاعت الناس اللي قاعدوا امبارح في قاعه الصداقه والليله في ائتلاف كان بين مياده وفقرده وبيتكلموا التحالف السوداني وطلعوا هسي بانه هم حيدعموا المجلس العسكري وشركاء وحيمشوا معاه لقدام كانهم الناس طلعوا الشارع ودقوا بمبان وعندهم دي الناس انتهازين فبالتالي التعامل معه والحوار الوطني زيه زي المؤتمر الوطني ما في فرق بينهم يا جماعه ما يميز وحتى الكلام بتاع انه ممكن نديهم ده كلام انا غايته ما اخصائي لكن لابد من العزل السياسي ليه عشان يحصل ريهابيتيشن للزول اللي كان جزء من المنظومه دي يقبل زول كويس لقدام نحن السودان ده حق اي زول يعني زول ما يجرم في حق زول في البلد دي يقعد لكن تجرمته بالقانون ما بناخذ حقنا بيدنا لكن لكي ناسس دوله قانون بالتالي لابد انه اي زول مظلم تجاه زول بيكون عنده الدوكيومنتس للحاجه بسرقه ضربك تمشي تشتكيه ويبغى تقديرات قضائيه طلع براءه دي حاجه ثانيه لكن حقك بيدنا ما تاخده لانه ده ناسس لثقافه بتاع التسامح بلدنا كانت منفجره جنوب السودان كان دارفور جبال النوبة حروب تفاصيل كثيرة الشخصية السودانية دي يعني ناس بخواجات بيتكلموا عن السودانيين دي ثورة عظيمة الرئيس الفرنسي بيقول لناس السترات الصفراء شفتوا السودانيين كانوا ناس محترمين كيف شفتوا السلمية الصحافة كلها بتتكلم عن السودان بتنوع وباختلاف حكاية التخويف حنكبه زي سوريا ده كلام يعني كان زمان يعني بيسوقوا عمر البشير عشان يحافظ على لكن احنا اثبتنا بانه نحن الشعب المعلم ونحن الكتاب ذاته نحن الناس اللي بتبكوا علينا الإماراتيين بتبجحوا دي الناس كمال حمزة ودين عملوا الإمارات السعودية دي كلها عملناها نحن الاتحاد والأهلي بيلعبوا دي سمونها اتحاد مدني فنحن شعب وسطى زي ما قال الأستاذ محجوب شريف فبالتالي دايرين نبني وطن يكون فيه أي زول قاعد في الخارطة بتاعته أي زول لقى نفسه في اللوحة دي حكومة الكفاءات دي ليلة لما تجي انت دكتور أنور عندك والله بيتكم في الحي يوسف كده عربية عمل لك برازيم ممازي الكيزانتيل دي حاجاتك لما انت مرتبك بناسبة انا واحد من حياتة بطالب بها يعني من هسي العربات الحكومية حتى الساعة 4 والعربات ترجع لانه الوقود عندك فاتحة في سنار ده تمشي تركبها لك عندك شيرة ده انتو دي عربات على الدولة يا جماعة كلام ده مصري ويرجع الحياة القديمة السودانية ترجع لنا بهيبتها قاوة الخطوط الافريقية النغل النهري النغل الميكانيكي البحري كله يا جماعة ده نرجع لمشروع جزيرة نحن ما محتاجين حريب أكثر من كده يا جماعة الكلام هاي ما يكون كثير محتاجين وطن في تقدير الشخصي من حلف لين مولي من الجنين يا طوكر نرجع ناس مانجو زنبير يرجعوا لنا تاني ونرجع لسودان نسمح بخريطة السمحة ديك ما زي الخريطة المشرمة دي هسي ونرجع حلايب وترجع لنا الفشقة ونغني وطن بالفيه ونساوى نحلم نقر الدم ودمتم سالمين حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب
في زول هنا ما عارف الدورة المدنية يعني شنو. الناس يا اخواننا مهم جدا تعرف، لانه احنا المنبر الباحثين السودانيين ده منبر بتاع وعي، فدي الفرصة المناسبة. احنا ناس اساسة، مهمتنا الاساسية انه نطلع الحاجة اللي قريناها ونديها للناس التانين. لو في طالب واحد قاعد موجود في الفصل وما فهم الدرس ولا ما وقع عليه الحاجة، القصور ده بيقع عليك انت كأستاذ، معناه انت ما فتشت الطلبة وما سألت الأسئلة المناسبة اللي بتخلي الناس كلها تكون فاهمة. الناس كلها فاهمة مدنية يعني شنو؟ بما انكم فاهمين هنقولها تاني. الدولة المدنية يا اخواننا بالضرورة انها ما دولة عسكرية. مبدئيا ما في مجلس عسكري يحكم. يعني عمر بشير ده ما هو كان قاعد وقدامه في محمد طاهر إيه، وقبله كان في معتز، وقبله كان في بكر حسن صالح، الناس اللي ما فيهم مدنيين وفيهم عسكريين. احنا لو شيلنا عمر البشير وخطينا برهان ما عملنا شيء. دي ما هي الدولة العسكرية نفسها، فيها القرار في النهاية خاضع لسلطات شخص تم تدريبه على انه عسكري. انت لو قررك طب انت اهلوك لانك تتعامل مع الحياة الطبية. انا ده قريت كمبيوتر بعرف اتعامل مع الكمبيوتر. في زول قرى عسكرية ده بيعرف يتعامل مع العسكرية. انا ما بمشي اتغول له في تخصصاته صح؟ ما بجي اقول لي عسكري ولا فريق ولا بتاع. يا اخي انت المفروض تعمل حرب ترجع ليه حلاي بسي، ولا تجيب الفشقة بهناك، ولا تجيب غيره صح؟ كل زول بيتخصصه. الحكومة المدنية حكومة فيها سلطات مفصولة. الدولة الموجودة حاليا يا اخواننا السلطات فيها كلها متمركزة في الشكل الرئاسي. الشكل الرئاسي عمر بشير ده كان بظلمه وفساده والحياة العامية في البلد دي مستلم كل الحاجات عنده. يعني كان هو اللي بيقرر للمجلس الوطني انه 200 يناقشوا التعديلات الدستورية في انه يطوروا له ويدوه فترة بتاع دراسة ثانية ولا يأجلوها بمزاجه هو كرئيس، مع انه هو المفروض انه يكون خاضع للمحاسبة بتاعت البرلمان. فعندك 3 مستويات حكم: مجلس سيادي ودي اللي بتقرر في الحاجات الكبيرة القرارات السيادية، وعندك برلمان وده بيجيب التشريعات. يعني الأسئلة لما نقول إنه والله يا أخي الدولة هتكون فيها شريعة إسلامية ولا هتكون الدولة فيها حكومة علمانية ولا غيره، اللي بيطلعوا التشريعات دي منه؟ المشرعين، ناس البرلمان. البرلمان ده يا أخواننا ما هي في النهاية الحكم ده للشعب. أنت اللي بتنتخب زول من حلتك، وهو بينتخب زول تاني من مدينتك، وده بينتخب زول من ولايتك. في زول بيمشي بيمثلك في البرلمان. انت اديته تفويض، مشيت صعيد من الصباح قشيت عيونك كده ومشيت له البرلمان، مشيت له في حته ورميت له صوتك، بقى الزول ده هو نيابه عنك. انت بتكون قاري البرنامج بتاعه وعارف سيرته الذاتيه وعارف نظافته الى اخره تاريخه كله. الزول ده هو نيابه عنك لانك انت مقتنع به واديته، هو اللي هيقرر التشريعات يكون شكلها كيف. وفي نفس الوقت هو خاضع للمحاسبه بتاعتك، وفي نفس الوقت الاعلام بيكشف عليه وبيسكلك الشفافيه الزول ده قاعد يعمل في شنو. يعني اصل البرلمان الصحيح الجلسات بتاعته تكون معلنه، كل المواطنين بيشوفوها. عندك السلطه الثالثه هي السلطه القضائيه، ودي سلطه قائمه بذاتها، لانه اصل الشغل الجاي في الدوله المدنيه المطلوبه هو شغل قانوني. اخواننا البلد دي سرقت، الناس اللي سرقوا البلد دي سرقه اصلا غير مسبوقه. نجيب حقنا كيف؟ انت قبل شويه تفضلت يا استاذ انه احنا ما هنجيب بيدينا، ما كل واحد حيمشي يدق عمر البشير ولا يمشي يطلع من عبد الله البشير. لا، في قانون والقوانين دي موجوده، لكن ناقصه كان الاراده السياسيه للتفعيل. يبقى احنا الدوله المدنيه فيها سلطات 3 منفصلين عن بعض متكاملين لمصلحه المواطن. الدوله المدنيه فيها العداله خلافا للدوله العلمانيه اللي فيها المساواه. يعني مثلا الشكل بتاع الحكم في اوروبا بيكون علماني، معناها الاثنين عندكم نفس الحقوق والواجبات بغض النظر عن كنت انت راجل ومراه، بغض النظر عن كنت شكلك شنو وشنو شنو. الدوله المدنيه فيها العداله، معناها فيها خصوصيه المجتمعات. يعني هسه احنا من القضايا الملحه اللي عندنا القضيه بتاعت الحرب والسلام. يا اخواننا بلدنا دي احنا تعرفين من هناك من بدايه بري الشريحه دي كده لحد جهاز الامن دي بتشيل 70% من ميزانيه الدوله. يعني القياده العامه على القصر لحد جهاز الامن هناك بتشيل 70% بتسفسفه في بطونها. دي دولة ظالمة دي يعني. يعني ما بقول انت زي 3 4 ولا 10 كيلومتر بيشيلوا باقي ملايين الكيلومترات دي كلها. فعشان يحصل العدالة الانتقالية المطلوبة لازم انت في قضايا بتعمل تحفيز ايجابي لبعض الفئات الاقل الاكثر هشاشة.
كان عندنا دكتور تامر محمد احمد وهو استاذ بتاع انثروبولوجي في جامعه الخرطوم يتكلم هنا عن مستويات تسقط. بس قبل شويه في واحد فيكم تفضل بمثال قال انه ابوي قال لي يا اخي البشير ده ما مشى خلاص خلصوا الصعلقه بتاعتكم دي مش كده. واحد تاني بيقول لك انه والله ما هو ده غيره ما من حميده وغيره منه ما خلاص ما تخلوا انتوا تخلوا الناس تشتغل شغلها. في واحد ثالث بيقول لك لا لا ليه السي دي المدير بتاعي المباشر في العمل كوز لليله. فما هو المستوى المطلوب من تسقط؟ بس انا دارين يا دوله اللي هي فيها حريه وسلام وعداله. الدوله دي فيها الفئات الاكثر ضعفا الناس اللي تعرضوا للحروب والمجاعه والاباده و و و والاستهداف ديل يكون عندهم فرصه بتاع التمييز ايجابي اكثر من الناس اللي كانوا مستفيدين من الدوله دي صح؟ الكلام ده ضرب مثل بيه وكيف دكتور تامر قال انه ليه لا سيتر حصلت لك اي مشكله عندك كم ضابط بتاع امن بتعرفه من اصحابك ولا دفعاتك ولا بتعرف تضرب لهم تلفونات. في المقابل في زول ثاني ما عنده نمره بتاعت وكيل عريف عشان يمرق من مشكلته دي. يفترض انه الزول ده كان ما عنده اكسس ما كان عنده زول يلجأ له ده يكون عنده فرصه في الدوله الجديده للعداله التمييزيه. الزول اللي ما كان عنده دونكي بتاع مويه الزول اللي ما كان عنده مدرسه ما كان ده المفروض احنا نركز فيه ونرفعه عشان الدوله كلها تقوم لفوق لبعض ما يكون في اي نوع من التحميش ثاني. فالدوله المدنيه دوله عادله بطبيعتها لا عسكريه. يعني اي وجود لرئيس عسكري في الدوله المدنيه بينفي مدنيتها طوالي. يعني البرهان يسقط ويسقط المجلس العسكري ويسقط اي حاجه ما مدنيه. أنا احنا دايرين نكون اخواننا جزء من القرن الحادي والعشرين ما دايرين نرجع القرن الفات القرن بتاع الحرب العالميه والى اخره. فالحته دي مهمه جدا الناس تكون فاهمه. الدوله المدنيه شفت العسكري وين بس اختاوا الشارع اللي بعده. انت دار الشارع ده لانه الشارع بتاع العسكري ده حيلفك يجيبك رايح تاني لشنو؟ لانه دار السيطر على السلطه ويخليك انت زي الكومبارس يجيبك انت خدتك مجلس وزراء. اخوان عمر البشير ده في اربع ولا خمسه شهور غير كم حكومه من بكري لمعتز لمحمد طاهر ايلا ثلاثه رئيس وزراء بوزارات كامله مختلفه. ده يوريك انه كيف التسلط بتاع الزول لما يكون ما اوريكم الا ما ارى شايف نفسه فرعون. فدي ما بنديها فرصه لبرهان ولا مجلس عسكري ثاني. احنا نصير الحبس ويجيبوا لك ثاني ويقولوا شلون دي استعذرك. ايوه نعم صحيح يلا استعذرك كيف بالضبط. فانت بالتالي بتصير هنا ده انه يكون رئيسك المدني ده الموجود بشكله الاشكال بتاع السلطات الثلاثه. ان احنا دي حاجه دايرينها عن وعي عشان ما يجي يضق البين عشان ما يجي العسكري وبعدين يجي يدخلني كده عشان يقول لك والله الملكيه ديل ما فاهمين حاجه وبتاع شيلون ويرجعون برا صح. ثاني حاجه يا اخواننا لازم نفهم في سلوكنا برضه احنا السوداني. الدكتور النور حمد عنده سلسله بتاعت مقالات اسمها في نقد العقل الرعوي. السلسله دي مهم جدا الناس تقراها وتعرف انه احنا اخواننا في كثير من الاحيان السلوك بتاعنا الفردي بيطغى على سلوك المجموعه. يعني ممكن انا اعمل لي حاجه لمصلحتي الفرديه تاثر على المجموعه ككل. احنا لازم نوعى للحاجات دي ونعرف انه دارفور على شرق السودان على جنوب السودان القديم ولا الجديد وشمال السودان كلنا عندنا وحدة مصير واحد. احنا مصيرنا واحد احنا أمة واحدة. لازم نعمل على الاتجاه ده. لو كل زول فكر في حتته بالتفكير القديم بتاع الناسي وناسك احنا هنعيد انتاج الدولة العميقة الخايفين من ناسي. احنا لازم نشتغل شغل جماعي مع بعض مدنية في المدنية نفسها. المدنية العسكري ده مواجه يحرس الوطن نعم ما يحكمك نعم يحكمك. لا العسكري ما يحكمك تمام تحرس الوطن مفهوم لكن في المناطق تحرس الوطن لكن انا اللي بحكمك لانه انا لو في اي حاجه للوطن انت بقول لك يا هو ده الشغل قدامك صحيح ولا ما صح؟ صحيح صحيح النقطه دي متفقين فيها تماما. احترمت القانون يعني ما قال لي انت منو اي زول بيحكمك يحكم الرئيس ذاته ده ما قانون. ايوه طبعا القانون الدستور ابو القوانين والقانون بيحكم كل الناس لكن قصدي في على سلوكنا الفردي والجماعي. يا اخواننا نحن بنجي كلنا من قبائل في السودان. ايوه فالمساله بتاعت قبيلتي وقبيلتك ومنطقتي ومنطقتك وبتاع دي حاجه بتضر بالمجموعه العام. ايوه كلامك صح. مشكله دخلوهم ازادوها انت احمر وانا سياسه فرق تسود ما في كلام زي ده بالضبط. احنا دارين يكون عندنا الوعي الكافي عشان المدنيه كشعارات ولا المدنيه كمستويات بتاعت حكم ولا هياكل ولا مناصب ما بتعمل شيء براها. اللي بيعمل شيء براها سلوكنا الفردي البكمل المدنية. الله يسلمك الله يديك العافية. بهم جدا جدا يا أخواننا عشان نكون دايرين دولة مدنية لازم تفكيرنا وسلوكنا يكون مدني.
ودي فرصة كويسة. المنصة بتاعت الباحثين السودانية يا اخواننا منصة بنجيب فيها العلماء والباحثين وكل الناس بتقول آراء عشان نصل لفهم واحد وجداننا يكون واحد مشاعرنا واحدة. سوداننا فوق سوداننا فوق فده دي الفهم العام بتاع الدولة المدنية. ايوه احنا من السودان انا احنا من السودان نعم تفضل تفضل البرلمان يكون مستغل من حقه ان البرلمان يفصل في طرق الحكم دي يا اخوانا هنجيب محاضر يتكلم عنها. يعني في دوله بيكون النظام بتاعها رئاسي زي الولايات المتحده وفي دول برلمانيه زي بريطانيا. يعني بريطانيا رئيس الوزراء بيجي من البرلمان نفسه وعضو برلمان وناس البرلمان عينوا رئيس الوزراء. بينما في امريكا ناس الكونغرس ومجلس النواب ديل بيترشحوا والرئيس بيترشح براو. ده عنده السلطات وده عنده السلطات وما في زول بيتدخل في الثاني. ترامب يقول ما في مهاجرين يخشوا من برا بيجي قاضي فيدرالي لانه القضاء مستقل بيقول يخشوا ما على كيفه مش كده؟ لكن في البرلمان هنا ده البرلمان يحق له عزل رئيس الوزراء. فياتوا برنامج يعني احنا ماشيين فيه نظام الحكم الماشيين له في الدوله المدنيه دي حاجه يفترض انه يحدد المجلس. لكن نتذكر احنا ماشيين لفتره انتقاليه يا اخوان. السلطة الجاية دي سلطة انتقالية ما دائمة. فبالتالي دل بتجهز وبتخط الدساتير وبتخط الحاجات بحيث انه مستقبلنا نحن دايرين انه كيف يترتب في الاربع سنوات الفائدة. تعمل فورمات بصورة كاملة. اربع سنة. نعم. اربع سنة الديمقراطية. نعم. ولا ما كده. الديمقراطية وقد تكون 4 سنين وقد تكون 5 سنوات. أربع سنة يعني أنت لو بقيت كويس. نعم. يزيدوا لك. بالضبط. لكن زيادة منها ما في. بالضبط ما في زول يأكل أكثر من حقه. نعم. فنظام الحكم ذاته هل هو برلماني ولا رئاسي ولا إلى آخره الحاجة دي بيقرروها التكنوقراط. التكنوقراط دي يا إخواننا زول تكنو يعني زول فاهم الصنعة بتاعته وفي نفس الوقت ما مسيس. ما مسيس دي مهم أهميتها شنو؟ الليلة لو جبت لي وزير من حزب محدد الوزير ده لأي سبب من الأسباب كان حزبه عنده علاقة تضارب مصالح بينه وبين دولة تانية. حزب فلان عنده أملاك مثلا في السعودية تمام؟ الأملاك دي جنب الحرم المكي ولا غيره ولا بتاع. أنت الوزير الموكل من حزبك ده في الحكومة جات اتفاقية مفروض الاتفاقية دي تضغط فيها الدولة دي. جاك رئيس حزبك قال لك اسمع لو ضغطتهم بيا بيضغطوني بيا يا عمك. بيجي شنو؟ بيجي الزول ده مصالحه الحزبية فاقت على المصالح بتاعت الدولة. أما لو كنت أنت جاي بكفاءة تكنوقراط زول ما عنده انتماء سياسي لحزب الزول ده بعاين للوطن انه مصلحه بلدي شنو؟ ايوه زي ما قال الكتاب بتاع الامير ميكافيلي قال انه في سبيل الوطن الغايه تبرر الوسيله. بيكون زول بعاين المنظار بتاعه دائما الوطن. احنا دايرين انه اسي زول يكون منظار الوطن لا منظاره امارات ولا سعوديه ولا مصر ولا قطر ولا امريكا ولا اي حته. منظاره المواطن السوداني ده منظار السودان العالم ده المرفوع فوق ده يا اخوانا ادانا شي ده عالم يا اخي. نحن جند الله جند الوطن ان دعا داعي الفداء لم نخن نتحدى الموت عند المحن نشتهي المجد باغلى ثمن هذه الارض لنا فليعش سوداننا عالما بين الامم يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم. أي زول عنده سؤال ولا استطراد يا شباب؟ إحنا فضل. معليش يعني داير اتكلم استغل فرصة المايك دي بوجودي في الشباب. انا واحد من الشباب السودان قبل اي جنس قبل اي طائفة قبل اي لون قبل اي حاجة. انا واحد من الناس ابوي زمان يعني الاجيال دي زرعت فيها حاجات كثيرة من حكومة الانغاز انه سياسة فرق تصف اللون واللون. فالوالد بيقول لي يا اخي مد باردة باردة مد باردة باردة مع انه مفروض انا ما اقول حاجة تعكس تربية ابوي ليس سواء كان صحيحة او غلط.
مع انه رباني والحمد لله بقيت راجع. انا كنت بقول له لا مين انا طفل، بقول له لا، بقول له الاسلام قال لنا كونوا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انه الناس نحن سواسيه كاسنان المشت. نحن كجيل حكومه الانغاز دقست في حاجه واحده، لما دخلنا المدارس ودخلنا الثانوي ودخلنا الجامعات ما فرقونا، قالوا جنسه جعلي ده جنسه نوبي ده جنسه حملي، ما فرقونا كلنا قعدنا سوا. دي دقسوا فيها، دي الحاجه الوحيده اللي دقسوا فيها، دي الليله اللي وصلتنا للنقطه دي، انه احنا بقينا جيل واحد واعي بيسوي في شنو وبيعمل في شنو وداير يوصل لشنو وحيعمل شنو وبنبنيه. والله رغم انوفهم بنبنيه، والله العظيم بنبنيه. أول نقطة، ثاني نقطة، أنا داري رسل رسالة للسودان عامة من هذا المنطلق، سواء كان المجلس العسكري، سواء كان أهالي في البيت، سواء كان أغوى إعلان الحرية والتغيير، سواء كان الأحزاب الفكة اللي لمس الضارب جوا قاعة الصداقة. طيب الحاجة العمل المجلس العسكري إنه يجتمع بالأحزاب دي كده، أن إحنا كده كسودانيين الحاجة دي أن إحنا في اعتصامنا ده عملناها، إحنا كشباب عملناها، ما عملناها والله لينا 5 شهور ولا 4 شهور، ده الشهر الخامس سلمية. أول حاجة. ثاني حاجة، أنت أحزاب داير تجي تقاعدة تسلم البلد، داير تسلم البلد يا أخي ليلها سلمناهم، أن إحنا كشعب رضينا سلمناهم، ديل في بعضهم أولاد بلد وحدي، أولاد دم واحد، أولاد سودان واحد، في بعضهم بيعملوا كده. لما نمشي يمثلونا نحن خارجيين اختلفوا مع ناس من دولة في اجتماع ولا في منبر ولا في حاجة يختلفوا معاهم، حيضربون ولا ما حيضربون؟ صح ولا ما صح؟ ديلهم اخوان دم واحد عملوا كده، لما نمشي يمثلونا برا يعملوا شو؟ نحن الحراك بتاعنا ده لما قام نصبنا ناس واحد تجمع المهنيين قوة اعلان الحرية والتغيير، وراهم الله يوراهم. نحن الحتة دي وصلنا بها دم ناس، وصلنا بيتعبنا، وصلنا بيدم ناس، ودم الناس ده لو راح مستعدين ان احنا نموت عشان اولادنا يعيشوا. والله مستعدين، والله مستعدين. ثاني حاجة، المجلس العسكري الليلة لما نوصل للنقطة دي، انا اقول لكم حاجة، انا حاجة مقتنع منها، انه انا منكم طفل. عندي عمامي كانوا ضباط في الجيش، عندي عمامي كانوا ضباط في البوليس، بنحذر من الأسرة العسكرية بالمناسبة. تاني حاجة، برهان ده أنا بعرفه من منطقتنا، البرهان ده من شندي، قندته في قندته ذاته في حلة ود علي، عندي بقى قرابة من بعيد وما عارف سيرته زمان شنو أو أسي شنو. المهم أسي حاليا بيمثل رئاسة المجلس العسكري، دي الحاجة اللي بعرفها. وعرفت إنه قريبي لما مسكوا المجلس العسكري يوم اللي استلمه، إنه أنا عندي بيو دم من بعيد أو من قريب. ثالث حاجة، إنه نحن من ما قمنا، أنت ضابط من رتبة عقيد رتبة عميد، ما أعلنت ولاءك للنظام، يا الصالح العام يا المعاش، يعني اللي فوق من عقيد عميد لول كيزان كيزان عديل بالواضح كيزان عديل. نقول له والله فيه وشو، نقسم بالله العظيم مش أنا بتكلم عن حرية سلام وعدالة ديمقراطية، والله أنا مستعد الحكومة المدنية دي فائدتها شنو؟ أول حاجة، أنا الليلة كطفل كشاب في الثانوي كشاب في الجامعة نصبوا لي زول مدني، بقول لو في وجه وانت أجرمت في الحاجة الكده، دي الحرية والسلام والديمقراطية اللي بنتكلم عنها. أنا الليلة لو مشيت اتكلمت قلت له يا برهاني انت عامل كده، أقرب عسكري بيديني كف. أيوة صح ولا ما صح؟ والله أقرب عسكري حيديني كف، احتمال ما أرجع بيتنا، ممكن أرجع في كفن، احتمال يحصل لي نفسي ما حصل لأستاذ أحمد خير، أخش معتقل احتمال يدقوا مسمار في راسي برضو بنفس الفهم دي. أنا بحب أوصيله للناس إنه الناس ديل كيزان كيزان، يعني إحنا غير ضباطنا الصغار ديل الوصل له المجلس العسكري وصل لحاجة عن طريق الشعب الجاو والعساكر الصغار، أولادنا الصغار ديل والضباط الصغار، الغادات الفوق ديل كيزان عارفينهم. النازل وصلنا لحتتنا دي كيف؟ الجيش التحت ده خارف لهم تعليمات، يجيبوا قوات من وين؟ يجيبوا لهم قوات من وين؟ يمشوا يعجروا من اليمن
يمشي يأجر من السعودية، يمشي يأجر من الإمارات زي ما نحن، يبيعوا أولادنا مرتزقة برا، عندنا أطفال بيتموا بسبب الحاجة دي، في حرب نحن ما عندنا فيها ضلع. وصلنا للحاجة دي بالطريقة دي، أولادنا الصغار ديل خالفوا تعليمات، لقوا ما عندهم قوات. معناته شنو؟ خلاص الرهيفة تنقد زي ما قال محمد الصديق، الرهيفة ينقدت، النظام يزحها ولسه الدولة العميقة قاعدة. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قلناها. النقطة الثالثة يا جماعة، نحن جينا الليلة هنا معتصمين. طبعا المجتمع الخارجي، المجتمع الخارجي في جزء واقف معانا وفي جزء ما واقف معانا، في أهلنا في الواقف معانا، في الحلة في الواقف معانا، في المواقف معانا. نحن كشباب دول نشنا في النقطة دي زي ما انتوا قلتوا، نحن نوعي الناس. يعني أنا أبوي بوعيه، أمي بوعيه، جاري بوعيه، من الجيران لذاته بوعية، بلقاهم قاعدين في البيت في جبنة في كلام زي ده، بتكلم لهم عن الحكومة المدنية هي شنو، اللي بيحفظ لك حقك لي قدام شنو، اللي بيحفظ لك حقك كأنت ولدك لما نكبر يمشي يقرأ مجان أحسن تعليم، يتعالج أحسن علاج، يلبس أحسن لبس. دي الدولة المدنية، دي فائدتها بالمختصر المفيد، حاجة بسيطة كده تخاطب عقولهم حسب العقل اللي انت بتلقاه قدامه، خاضه بنفس الايديولوجية بتاعته حسب الفكر بتاعه، بس بطريقة بسيطة جدا جدا بتوصل له بدون فلسفة كثيرة، بدون جوطة. أصغر شافع ممكن يوصل المعلومة لأكبر زل، أصغر شافع قاعد هنا يوصل المعلومة لأكبر زل. الناس الكبار دل في حاجات ما فاهمينها. طيب بالكلام اللي قالوا الناس اللي قدامي كلهم، الأساتذة والدكاترة والشباب، أنا داير أوصل بقصيدة صغيرة، داير أوصل فهم للسودان كله. بتقول ما قلنا يا ساسة ثورتنا بيناسة، سوار حراسة ما بتنسلك ثورة أعلام حراسة. هو نحن منو؟ نحن شباب، نحن شباب حنسوي شنو؟ نبنيه وطن. نحن شباب في عاتق وطن، في القلب صمود والعقل فطن، كان ذاك هناك في إيد علم، لابسات التوب لأخوها كفن، حامد يهوداك بدوش كرطن، بنهاب الموت فداك وطن، بنهاب الموت فداك وطن. والوحدة الوان، والوحدة الوان مرسومة علم، الوحدة الوان مرسومة علم، الوحدة الوان مرسومة علم، والساس الرزال بيشق الصف والوحدة علم، والساس الرزال بيشق الصف والوحدة علم. وقرم بيقول في الوحدة كمال ولسانه سليم، وقرم بيقول في الوحدة كمال ولسانه سليم. سوداننا عظيم ما لم نتلم بنزيده ألم، يا مروة لو شفت القلم في صوته أقوى من السلاح، وأكيد بالوحدة الوصال ما ينسمع سوداننا راح، يا علم حي على الفلاح ما ينسمع سوداننا راح، ما ينسمع دم الشهيد في الآخر ساح. معلش يا جماعة القصيدة دي نهايتها كتبتها الليلة لسه، الباقي ما حفظت. حركات سلاح نقتل بعض، حركات سلاح نقتل بعض، وهدفنا في الآخر وحيد، نبنيه من أول جديد، سوداننا ملهم للبعيد، تعليم رشيد صحة وحديد، نزرع جديد بنا وتشييد، وهتافنا الليلة بيزيد للوحدة والتصعيد، وسلاحنا الماهو مفيد يكتل فينا ويزيد من ضعفنا والتشريد، مقرننا اللي بنريد بنزيد بنا وتشييد، طيارة فوق بالتش تنزل تقول مدريد. والحلم ماله كلام، الحلم يا أخي فعال، للوحدة يا أخي تعال نبنيه يا أخي جمال، وجمالنا سوداني يا مروة ألحاني، في الوحدة سوداني، ده شمالنا سوداني، وجنوبنا سوداني، وشرقنا سوداني، وغربنا سوداني، والنيل شرياني، مهما يكون الجنس في الآخر سوداني، مهما يكون الجنس في الآخر سوداني، مهما يكون الجنس في الآخر سوداني. يا سلام عليك. طبعا الناس ما تقص سندوتشات كلها ما بتقدر يصفق. اعتقد انه تفضل. اخواننا منبر الباحثين السودانيين عبارة عن منبر قومي لكل الناس. هذول عنده مشكلة في انه بيتكلم ولا بيخاف من الخطابة ولا كده، دي فرصة كويسة انك تمارس الخطابة قدام مجموعة من الناس وتعبر عن رأيك وكده. نحن بنتعلم مع بعض، نتعلم مع بعض هنا، ده نتكلم في قضايا الوطن، ده نصل لوجدان مشترك على اساس انه
نمشي ببالنا للأمام. تفضل. جزاك الله خيرا. الحمد لله عندنا الغور الله نتكلم قداميه. ونحن الحمد لله ربنا جعلنا سودانيين. وأنا بقول ديلها ليل بقيف في الدائرة وسط الدائرة ونتنتر وقول للمصريين ديلها ليل. شفتوا؟ الحمد لله أنا بقول لهم محمد أحمد عبد الله أخون والله بحبكم شديد. بحبكم والله حب شديد. والليل أنا والله فخور والله فخور في أكبر فخر في حياتي أنا بتكلم مع شباب سودانيين وأنا وسطهم ولا عندي زول قريبي ولا عندي كلهم أخواني في الله. يا سلام يا معه في موقف يعني تقريبا قبل شهرين كنت ناوي ماشي عمرة إن شاء الله ربنا يعيدنا بها لسه ما سهلة بس بابا الكيزان ها لكن أنا بعد السقط كنت العمرة ذاتي من هنا من أسترى سعيدنا ذاتي لا الله زين فرحة ساكت بس كده شفتوا أنا كنت ماشي في بان الثائرة طلع لي جواز يعني المسألة بتاع أخونا قبل شوية ما شفته أخونا قال يعني قالوا قبيلتك شنو ونايك شنو العنصرية اللي طاشة في الجماعة دي الجماعة دي المسكين شفته بس دير شفت شغالتهم كلها انت كده وأنا ما كده يا أخي السؤال الغريب قال لي قبيلتك شنو يا أخي ما تقبل دنيا أخرى قبيلتك شنو يا أنا سوداني يا أخي تقول لي قبيلتك شنو أنا سوداني أخ أنا سوداني بفتخر أنا سوداني كيف تقول لي قبيلتك شنو؟ الكلام ده لاهو الجماعة دي جاوا منين معاني يقول لك الله أكبر وهي لله الدين ما أمر بكده الجماعة الدين ده جمع بين صهيب الروم وبلال الحبشي وكل الأنواع الدين جمع بها لذلك الدين بريء والله بريء براءة الزيب من سيدنا يوسف شفت الزيب مش التعامل سيدنا قالوا زي قطعوا سواله ده كله ده الزيب ده الدين بريء من الجماعة دي الجماعة دي الدين قالوا انه هي لله وما لله يا زول هاي هي لله نحن عارفين انها هي لله هي لله كده تسري قروشنا كلها هي لله الله مرق بجد يا اخي يا جماعة يا اخي الناس اللي انا شفته والله يا معنا سيدي يا اخي انا بتكلم والله يا اخي ما قادر اعبر ذاتي من شدة الغلغلة جوا لانها غلغلة كبيرة ايه معنا 2010 2010 انا كنت يعني زول بيكون بريء ما شكل نفسي لان ما فاهم للدنيا حاجة وانا هسه الحمد لله حصلت الجامعة لكن في كوابيس جواي خاتلنا من 2010 من اهلي من صغير انا خاتلنا في راسي وكنت بنقدها لكن بيشوفوك صغير كده بيحاول يتهمشوك 2010 الجماعة دي بيجونا في انتخاب 2010 بيقولوا نحن نعمل لك نحن من أهل بحر أبيض أني الأبيض بيقولوا لك بنعمل لك وبنعمل لك طبعا يا جماعة بعد تكوني تبريء وصغير بتصدق أي زول وخاصة زول الكبير يبتا أي زول كبير عامل له والعمي عمه كده والدقن كده بيقول ده شنو ده اللي أهول بيجيب لنا أي حاجة زول ده صادق ما أنت صغير لسه ما فاهم حاجة بتخد اي حتى ابوك لو كذب عليك بتكون في مشكله بتزرعها في نفسك انك انت شنو لماذا والدك ده اتخذ القرار ده ليش ممكن يزرع فيك مصيبه حس انها تزرع مصايب مش مصيبه المصايب بتاعت الكذب النازل بيجونا نحن طبعا بنكون صغار واقفين كده هن بيقولوا لنا يستقبلوا ما بنستقبل البشير هو ريته كان البشير واحد عاطل ما تعرفوا جاي منين عاطل والله ما عارف جاي منين جاي وقول لنا هي لله ونحن حنجيب لكم ونحن بنصدق يا مع 2010 الناس قالوا ان هي لله وحنجيب لكم والكلام ده والله ربنا يزنيني والغيام وما جابوا لنا من اليوم ده كان قريت اي كوز قريتوا لان شنو كنت مصدق يا مع انت بعتكم مصدق بتحاول شنو بتحاول بيكون في عقلك كده مصدق وفجأة كده انك شنو تلقى الشغلة دي شنو ما في اذا شنو بتتخذ قرار شنو قراري انه الشغلة دي ما كويسة يا مع الناس اللي لسه ما جابوها لاني زي ما كان اخونك لا ما جابوها فكاني جبرها لك عريق وطلعوا جماعة عريق لكن لسه ما جابوا راجعني وقالين هما شغلة كلها في راسه زادي شغلة كلها ما شغلة عدلة الناس اللي بتخشونا طبعا انا من الساعه دي كمان اتخذت قرار انه الشغله دي كذب ثانيا والدي كان كنت بقرا في المدرسه في الاساس كانوا خدتوا لي كابوس ثاني وقالوا لي يا اخي انت لازم
تتنظم مع الحزب الحاكم عشان اللي بعدين يوظفوك ويقولوا لك كده ويعمل يعني زرع ولا انه في ناس انت لو ما تابع للجماعه شياطين الانس ديل ما